عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة وصفتنا الكنافة عيش البلبل او عيش العصفور زي ما بتسموها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولايك للفيديو. هنعمل العسل او الشربات بتاع الكنافة. هنحط كوبايتين من السكر وكوباية من المية، كوباية ونص من المية، وشريحتين ليمون وواحدة قرفة سجار، بتدي نكهة وطعم جميل جدا للشربات. وهندوب السكر علشان ما يكرملش، وبعد كده نحطه على النار. نيجي بقى للقشطة الكدابة اللي هنعملها، اللي بنحطها في كل الحلويات للكنافة وللجلاش وكل حاجة. معايا نص كيلو لبن على النار، هنحط عليه نص كوباية من السكر وهندوب السكر في اللبن. بعد كده هضيف نص كوباية من النشا على ربع كوباية من المية، وهدوب النشا فيها واضيفها للبن اللي على النار ونقلب. بعد كده هسيب الخليط ده على النار واقلب فيه كده لحد ما يتقل زي ما احنا شايفين كده. طبعا بنقلبه كويس بالمضرب علشان يتقل ويبقى كريمي زي ما احنا شايفينه كده. شايفين قوامه حلو قوي. بعد كده هجيب معلقة من الزبدة واضيفها عليه، ودي اختياري بس بتديله طعم حلو قوي. ونقلبها كده على النار، وبعد كده هضيف معلقة من القشطة. القشطة مع والزبدة بتدي طعم جميل قوي للخليط ده، بتدي له طعم حلو قوي. نقلبه، شايفين القوام كريمي وجميل جدا جدا. دي بقى بنستخدمها في جميع الحلويات اللي بنعملها بالقشطة، ممكن نستخدمها في الكنافة، في الجلاش، في اي حاجة. ممكن كمان نحطها في طبق كده ونحفظها في التلاجة، نعمل منها كم مرة ونغطيها بكيس كده بلاستيك عشان ما تعملش طبقة ناشفة. بعد كده بقى هجيب الكنافة. الكنافة دي برمة. هنجيب اي حاجة بقى موجودة عندنا في المطبخ تنفع نعمل بيها. انا استخدمت دي كده. هلف كده الكنافة عليها، شايفين سهلة جدا، شايفين شكلها، شكلها حلو قوي. وجنبنا طبعا صينية مدهونة سمنة كويس، منرص فيها ومنلف كده بالشكل ده. سهلة جدا جدا، اي حاجة موجودة عندك في المطبخ او ممكن من غير اي حاجة خالص تعمليها بكده من غير اي حاجة. بتحطي اصبعك في الجزء اللي في النص وتلفي عليه الكنافة، شايفين سهلة جدا جدا. اي حاجة، مش لازم ابدا نقف على اي حاجة، حتى لو مش عندنا القمع اللي احنا بنعمل بيه، اي حاجة موجودة عندك في المطبخ تنفع. شايفين شكلها ومظبوطة جدا جدا. ونلف تاني كمان واحدة. الكنافة دي تكون جاية يعني مغطيها بفوطة علشان ما تنشفش منك. طريقة اللف بتاعتها سهلة جدا جدا. نستخدم اي حاجة زي ما قلنا في المطبخ موجودة عندنا ينفع نلف بيها، ما نقفش على حاجة خالص. بجد سهلة وبيبقى كمان شكلها حلو. الكنافة دي لازم تكون برمة وتكون لسه جاية طازة علشان ما تبقاش ناشفة منك وتعرفي تلفيها بكل سهولة.
بس رصينا الصينية كلها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هجيب بقى حوالي كوباية كبيرة من السمنة انا مسيحاها، والسمنة لو لازم نضيف السمنة كتيرة، والسمنة لو كتيرة ممكن بعد ما تخرج من الفرن بنصفيها عادي خالص زي اي كنافة بنعملها، ما فيش مشكلة. المهم ان انتي تحط لها سمنة كتير علشان تطلع يعني تتحمر من فوق من تحت وتطلع كويس. هننزل بقى بالسمنة كده نغرقها كلها سمنة. هنحط لها حوالي ربع كيلو من السمنة، وطبعا هنكون مولعين الفرن. هنحطها على الشبكة على درجة حرارة 150، احنا مش بتاخد وقت كتير قوي في الفرن علشان ما تنشفش قوي، هي ما تخافش عليها، هي احنا مش حاشينها اي حاجة، هتتحمر بس من فوق ومن تحت. وزي ما احنا شايفين كده طلعت من الفرن جميلة جدا ولونها حلو. بعد كده هنسقيها بالعسل. العسل بقى على حسب ما انت بتحبيها. ممكن بقى تحشيها بالحشوة اللي انت عايزاها، ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تعمليها بالقشطة الكدابة زي ما احنا هنحشيها دلوقتي، اي حاجة، ممكن تحشيها شوكولاتة زي ما تحبي. خلاص كده سقيناها الشربات. بعد كده بقى هجيب كيس وهحط فيه القشطة اللي عملناها مع بعض، واحط كده في كل واحدة. لو ما عندكيش كيس ممكن تحطي بقى بالمعلقة الصغيرة. خلاص حطيت القشطة على كل واحدة كده، وبعد كده جبت كريز قطعت الواحدة اتنين وحطها كده على شكل على كل واحدة. ما بتاخدش وقت كتير بقى في الفرن، بتقعد حوالي 15 دقيقة بالظبط، وطلعت زي ما احنا شايفينها كده شكلها جميل جدا. حط على كل واحدة كده شكلها جميل وطعمها كمان كان أجمل. شايفين التسوية بتاعتها من تحت جميلة جدا ومظبوطة. اتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش اخواتي وحبايبي لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.